السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم يا شباب؟ يا رب ان شاء الله تكونوا بخير. ان شاء الله النهاردة هناخد تاني جزء في الساب اللي هو الفريم اناليسيس. هنعمل مسألة زي دي كده، عندنا مسألة زي دي كده، حاولنا نجمع فيها كل الافكار اللي موجودة في الفريمز. عندي حمل مايل وحمل على ممبر مايل برضو projected، عندي احمال موزعة على شكل مثلث، احمال موزعة برضو زي ما احنا قلنا رأسية احمال مايلة، عندي لينك ممبر هنا، واحنا عارفين لينك ممبر او ممكن لسه هناخد اللينك ممبر ان هو ما بيشيلش غير اكسيال فورس، عندي مومنت، عندي كونسنتريتد لود. بالشكل ده كده ان شاء الله نكون جمعنا كل الافكار اللي موجودة في الفريم عشان تعرفوا ان شاء الله تكون كل حاجة واضحة بالنسبة لكم وتعرفوا تحلوا الشيت. هنيجي نبدأ بخطوات بتاعتنا. اول حاجة هنعمل نيو موديل، نظبط الوحدات بتاعتنا، الطن متر سيليزيوس بلانك، وبعد كده نبدأ نشوف الرسمة بتاعتنا في الاكس زد المحاور بتاعتها ايه. في اتجاه الاكس عندي 1.5 6 5، في اتجاه الزد 4 1. كليك يمين، edit grid data modify، هضيف، ممكن اكتب هنا ارقام او ما اكتبش دلوقتي، انا مش فارق معايا البوينتس دي اسمها ايه، بس عادي it's up to you. يعني A B C D هنغيرها spacing ما ننساش، ونكتب قلنا 1.5 6 و5، وبعد كده 0. بعد كده هنا عندي في اتجاه الزد 4 1، ممكن نسميه مثلا 1 2 3، عندي هنا 4 1، ونقفل بزيرو، ندوس اوكي، ندوس على الاكس زد، الرسمة بتاعتنا او الجريدات اللي هنرسم عليها الرسمة تمام كده. نيجي تاني حاجة عندنا، عايزين نعرف الماتيريال، نقول كونكريت موديفاي كونكريت 250، اليونت ويت 2.5، الاي 22 × 10^5، و الاف داش الاف سي اف سي يو داش ب2000. اوكي، بعد كده هعمل ديفاين للسكشن نفسه. عندنا في المسألة في سكشنين متعرفين، 40 × 80 و25 × 60. هنروح قايلين اد نيو كونكريت ريكتانجل، نسميه مثلا 40 × 80، عايز تسميه بيم 40 × 80 مفيش مشاكل. هتحط الدبث عندك هنا 0.8، هنا 0.4. اوكي، اد نيو برضو كونكريت ريكتانجل 25 × 60، الدبث 0.6. ليه بقى؟ عشان احنا شغالين بالوحدات بالمتر، 0.25. اوكي تمام. طب انا في بعض المسائل عندي زي الموجودة عندي في الشيت مش ديني قطاع، كتب لي انه دي اي ودي 2 اي ودي 3 اي، فانا كده هعرف انهي قطاع، مش هيفرق عندي، هخليهم كلهم نفس القطاع، بس اللي انا هعمله ان انا هخش على define section، هعمل frame section، هعرف كله نفس القطاع، يعني هعمل دي 40 × 80 مثلا، مش هيكون عندي غيرها،
هروح جاي قايل اد كوبي، هي ال 40 في 80، بس اروح مسميها هنا ايه 2i، واروح داخل على الموديفاير واروح هنا المومنت اوف انيرشيا اباوت 2 اكسس، اكسس رقم 2 واباوت اكسس رقم 3، هي اللي هتفرق معانا رقم 3. في ناس بتغير الاثنين والتلاتة على طول وتريح دماغها عشان ما تعرفش مين، ما يقعدش يتخيل او يفكر مين اللي بيلف حوالين ايه. فممكن اسمي ده 2i. طب انا عندي غيرها add new، هروح اسمي ده 3i واروح دايس اوكي واعمل هنا 3i كلهم بنفس القطاع واروح دايس اوكي، وده كأنه مش موجود عندي، ده يبقى i، ده 2i، ده 3i، عشان في بعض المسائل ما بيكونش مديني sections، بس دول بالنسبة لي انا مش هحتاجهم دلوقتي. هنعمل اوكي. بعد كده عرفنا القطاع، عرفنا الماتيريال بتاعتي، هنبتدي نرسم الرسمة بتاعتي بالشكل ده كده. الخطوة اللي بعديها هنرسم القطاع من هنا draw او من قائمة draw، هنختار السكشن 40 في 80، نرسم اول عمود وبعدين هنرسم اللينك ممبر ده ونرسم العمود المايل التاني. بعد كده عندي قطاع 25 في 60، هنرسم بيه الكاميرا كانتليفر دي، هنرسم بيها الكاميرا ليفر اللي هنا، نرسم بيها الكاميرا كانتليفر اللي هنا كده. نتأكد من الشكل بتاعنا انه تمام. خلاص نبتدي نحط السبورتس بتاعتي ونعمل ريليز للمومنت في الاماكن اللي احنا عايزينها. انا المفروض هنا في عندي assign joint joint restrain، بعلم على الجوينت اللي انا عايز اعمل عليه الاول واعمله رولر. دي المفروض رولر، لو هي مش مرسومة في الرسمة صح هي هنا رولر. بعد كده عندي assign joint joint restrain مرة تانية، دي hinged. بعد كده عندي هنا الفيكسد assign joint restrain fixed. تمام. هبدأ بعد كده اعمل ريليس للمومنت في الاماكن المفروض فيها ريليس. ده عندي link member اللي هو موجود في الشكل ده كده. من الشكل ده تفهم ان اللينك ممبر ما بيشيلش غير اكسيال فورس، ما بيشيلش مومنت لا في الاول بشكل زي الانترميديت هنج اللي في الاول والاخر. يبقى انا هعمل له ريليس، هعلم عليه، هعمل assign frame releases واروح قايل انه المومنت 3 3 في الاتجاهين، ممكن اعلم على 3 3 و4 و2 2 كمان. اوكي بالشكل ده كده تمام. انا عملت اللينك ممبر بتاعي. نيجي بعد ما رسمنا الرسمة عملنا سبورتس، نحط الاحمال اللي موجودة عندي بالشكل ده كده. نيجي اول حاجة ناخدها مثلا من الشمال لليمين، في عندي حمل في الاتجاه الافقي على الممبر الرأسي ده، يبقى هاجي على اللينك ده، بس الحمل ده عندي مكمل للآخر. تمام. لو ما كانش مكمل للآخر يبقى نحمل جزء والجزء التاني لا. هنيجي نعمل assign frame loads distributed، مش في اتجاه الجرافيتي دلوقتي، احنا هنتكلم في اتجاه موجب اكس لانه محمل في الاتجاه ده كده، يبقى في اتجاه اكس uniform load 3. اوكي يبقى انا ظاهر عندي 3 في الاتجاه ده كده. لكن تليفر هعلم عليه assign frame distributed. اخر حاجة انا كنت عملتها تلاقيها متسيفة هنا، فانا منساش واسيبها، افتكر ان انا غيرها في اتجاه الجرافيتي، يا اما لو حطيتها في اتجاه الزد
هيبقى بالماينس، لان الزد كده بالموجب، يبقى الجرافيتي باتنين. اوكي تمام، عايزين نحمل الكاميرا دي، هنروح قايلين assign frame distributed، هنروح قايلين ان في اول الكاميرا بزيرو وفي اخر الكاميرا كان بستة، ودي هنا نصفرها. اوكي احنا نسينا هنا اخر حاجة كانت موجودة اللي هي الديستريبيوتد، اليونيفورم ديستريبيوتد. يبقى احنا هنعمل تاني assign frame distributed، نشيل دي نخليها بزيرو، ونروح دايسين اوكي، يبقى هي دي الستة اللي موجودة عندي. تمام، نكمل بقية الاحمال. نيجي عند الجزئية دي لانها مهمة جدا وبتلخبط قوي. اول حاجة هنعمل الحمل ده عمودي على الممبر المايل، عمودي على الكاميرا المايلة او العمود المايل اللي موجود عندي. لما تكون عمودية بالشكل ده كده، ده معناها خلاص اعرف ان انا بحملها في اتجاه اللوكال اكسس بتاعها على طول. عمودية على الممبر اللي موجود عندي زي احمال الرياح، على طول بحملها على اللوكال اكسس عندي. يبقى هروح معلم على ده كده، وراح يقول له assign frame loads distributed في اتجاه اللوكال اكسس. طب انا اعرف في اتجاه انه لوكال اكسس، ممكن نروح عاملين احنا علامة الصح دي، نروح حط قايلين لوكال اكسس في الفريمز لوكال اكسس. اوكي ادي واحد وادي اتنين وادي تلاتة لجوه الصفحة، يبقى انا عايز احمل في اتجاه اتنين، assign frame distributed local في اتجاه اتنين. بس ده كده positive في اتجاه اتنين، انا عايزه positive. يبقى هقول اشيل دي تبقى بصفر، واقول انه uniform load باربعة ونص في اتجاه البوزيتيف بتاع لوكال اكسس اتنين. بالشكل ده كده اهو اترسم عندي اربعة ونص. يبقى انا ما عنديش اي مشكلة في الحمل العمودي على الممبر المايل. نخفي اللوكال اكسس عشان ما تزحمش الرسمة. نيجي بعد كده نشوف ده اربعة، بيقول لي اربعة طن لكل متر رن horizontal projection. horizontal projection معناها ان ده موزع على الافقي، موزع على الافقي مش على المايل. فلما بقول لك say ان انا عندي الافقي هنا كام، خمسة متر، المايل هيطلع اكتر من خمسة متر، فانا الاربعة طن دي كانت متوزعة على خمسة متر. طب لما تتوزع على رقم اكبر هيبقى كام، اكيد هتقل. فانا بدل ما اقعد احسب الكلام ده كله واشوف افقي ورأسي وكام في كام والكلام ده كله، انا بروح لما اجي حالة تحميل زي كده يكون هو جايب لي الحمل افقي وكاتب لي جنبيه horizontal projection، المفروض ان هو يكون في اتجاه الجرافيتي، يبقى بستخدم حالة التحميل اللي هي زي كده. ليه؟ لان انا بقسمها افقي ورأسي، بقسم لما يكون اتجاه السهم لتحت جايب لي الحمل الموزع بالشكل ده كده، موزع على مسافة افقية، انا ببتدي اوزعها افقي ورأسي وبحملها في اتجاه gravity projected. تعال نشوف كده في الساب، هعلم على العنصر اللي عندي وراح قايل assign frame loads distributed، واروح قايل انه في اتجاه الجلوبال اهو جرافيتي بروجكتد. جرافيتي بروجكتد ده الحمل عندي كان باربعة، احنا قلنا ان هو مش هيطلع باربعة، اهو الرقم طلع بكام. احنا ممكن نعلم على ده ونقول شو سيليكشن اونلي، طلع باتنين وتمانية، ما طلعش باربعة. ليه؟ لانه هو وزع الاربعة متر طن
اللي كانوا متوزعين على 5 متر على الطول المايل ده كله، فلما توزعت ب2.8. طيب الحالة ده التالتة المختلفة في التحميل، ان هو يكون جايب لي الحمل رسمه لي على المايل، فبدخل الرقم زي ما هو. لو هو كان كاتب لي ان دي 4 على المايل بالشكل ده كده، فانا كل اللي انا كنت هعمله هروح جاي معلم على العنصر عندي وراح قايل assign frame loads distributed، ما اقولوش بقى gravity projected، لا هو gravity ب4. اوكي هلاقي ان هو الرقم 4 ظهر عندي اهو، بس بما انه كان موزع على الافقي وكاتب لي horizontally projected، اذا يبقى انا هستخدم حالة التحميل او اتجاه التحميل اللي هو gravity projected، وهو بيقسمه لمركبتين. تمام، بعد كده خلصت الاحمال الموزعة كلها، هبتدي احط ال concentrated load والمومنت. عندي اول حاجة concentrated load عند اول الممبر ده، ممكن اشتغل اعلم على دي كده واقول assign joint load من forces، او على الممبر كله واقول له assign frame point الاثنين سيان، والاثنين بيعمل حالة تحميل اللي انا عايزها، مفيش مشاكل. هنا تقريبا كانت بواحد، المرة دي assign frame load point في نص الكاميرا، هروح قايله هنا في نص الكاميرا عندي 3، ودي هنا 0، منساش اشيل القديمة. اوكي فاضل لي اخر حاجة المومنت، مهم جدا ان انا اعرف اتجاه المومنت وانا بطبقه في انهي اتجاه. ازاي اعرفه؟ انا عندي المومنت بيلف في الاتجاه ده كده زي ما احنا شايفين في الصورة، او تبعا لقاعدة اليد اليمنى، صباعي في اتجاه او ايدي بتلف في اتجاه المومنت، صباعي يديني الاتجاه اللي انا هحمل في اتجاهه المومنت ده، اللي هو داخل للصفحة، داخل للصفحة اللي هو بوزيتيف واي. اتجاه بوزيتيف واي هيدينا مومنت بيلف في الاتجاه ده كده زي ما احنا شايفين في الصورة. يبقى انا اعلم على الممبر ده واروح قايل له assign frame load point، واغير من هنا مومنت واقول له في اتجاه واي عند النص بر قيمة المومنت عندي ب5، اروح دايس له اوكي. عايز اشوف المومنت هل في الاتجاه الصح فعلا، اهو 5 في اتجاه الواي عندي. اعمل display show loads اللي موجودة على الجوينتس او الفريمز كده، اللودز كلها موجودة عندي. في لود هنا ناقص ليه؟ لاننا عملنا replace، ما عملناش add to exist، فاعلم عليه assign frame distributed add to existing local في اتجاه الاكسس 2 ب4.5. اوكي خلصنا المسألة بتاعتنا، هنعمل define، نشوف اللود باترن، نضيف اللايف لود، التايب بتاعه لايف، والموديفاير بتاعه بزيرو. اوكي هنعمل بعد كده ديفاين لود كومباينيشن اد نيو، هسميها التيميت، هحط فيها الديد مضروب في 1.4 واللايف مضروب في 1.6. اد نيو. اوكي بعد كده بعمل رن للموديل، ده شكل الديفورمد شيب بتاعي، نظهر من هنا نتيجة الديد الرياكشنز
بالشكل ده. الستريننج اكشنز مومنت 3 3. في ناس سايبالنا المومنت بالشكل ده كده، المفروض ان انت تغير من هنا تكتب شو فاليوز عشان تجيب لي الارقام اللي موجودة على الممبرز. هنظهر شير 2 2. كنا بنقول ان هتضربه في سكيل ماينس، ممكن نكبرها سنة كمان يكون بالشكل ده بحيث ان الارقام تكون واضحة. وبعد كده اخر حاجة عندي الاكسيال فورسز، من غير ما اضرب بقى منساش O2. اوكي، ويا رب تكونوا استفدتوا، وده كده كل حاجة بالنسبة للفريم معي.